محتاجين لوقف نزيد الريع ديال الفساد، ديال رشوة الصفقات العمومية، ديال تفكيك واحد عدد ديال الشبكات ديال المقاولات للاستولاد على الصفقات العمومية. جوج مقاولات في المغرب، مجازين وبيوي الأشغال العمومية. ما كاينش شي بلاصة في الأنفاق، في طرق السيارة، في الطرق وسط المدينة، في كل مكان قالوا الصفقات في السماء هي اللي ما وصلوش ليها. اما هاد جوج المقاولات معروف انتماءاتهم السياسي. هاد جوج المقاولات السؤال واش هما اللي كاين بوحدهم؟ هما بوحدهم اللي عندهم ماتيريال؟ هما بوحدهم اللي تيعرفوا يخدموا؟ مقاولات اخرى ماتوا. انتم كتعرفوا كتذكروا مزيان المقاولات اللي كانوا في الراج مثلا ماتت، ما سكروا معاها حتى حاجه، ما سكروا والو والو، ما سكروا حتى حاجه. كتلقى هاد المقاولات، هاد جوج المقاولات فين ما مشيتي من طنجة للدار البيضاء للرباط لمراكش لأي مكان كتلقاهم هما اللي كاينين. مقاولات أخرى حزت الراية البيضاء تيسعاو، والحكومة كتهضر على تشجيع وتحفيز المقاولات المتوسطة والصغرى.